السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة آخر خلاصة معكم محمد نور الدين ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم اليوم الثلاثاء 24 1 -20 2023 اليوم متابعين الكرام قطر فازت على أم 4 1 أحرز هدف قطر سبستيان سوريا في الدقيقة الثانية ماجد في الدقيقة 18 بدر بنون النجم المغربي في الدقيقة 55 بن ميلانغو في الدقيقة 60 هدف أم عن طريق جوناثان كوتجيا في الدقيقة 27 الوكره فاز على السليه 5 0 احرز ضيف الوكره لوكاس بنديز في الدقيقه 37 لوكاس بنديز في الدقيقه 52 محمد بنياطو في الدقيقه 64 خالد منير مزيد في الدقيقه 67 جيلسون في الدقيقه 74 الغرافه تعادل الامر ريال 2 2 احرز ضيف الغرافه مهدي طهرات في الدقيقه 12 واسحاق بالفضيل في الدقيقه 52 هدفي الريال عن طريق يوهان بولي في الدقيقه الاولى من وقت ضربه في الشوط الاول ويوهان بولي في الدقيقه 83 متابعين الكرام بالنسبة للمباريات السابقة الجولة بدأت أمس الاثنين 23/1/2023 الشمال خسر من الدحيل صفر اتنين العربي خسر من السد صفر اتنين والمرخية تعادل الأهلي 2-2. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري القطري ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الدوري القطري الدحيل المركز الأول 23 نقطة العربي المركز الثاني 22 نقطة الوكرة المركز الثالث 18 نقطة قطر المركز الرابع 16 نقطة الأهلي المركز الخامس 14 نقطة السد المركز السادس 13 نقطة. الغرفة المركز السابع 13 نقطة. الشمال المركز الثامن 10 نقاط. المرخال المركز التاسع 9 نقاط. المصلال المركز العاشر 7 نقاط. الرايان المركز 11 5 نقاط. والسليل المركز 12 والأخير 4 نقاط. بالنسبة لترتيب الهدافين متصدر الهدافين جلس اللعب لوكرا المركز الأول 9 أهداف. يتساوى معه مايكل ألون غلّعب الدحيل والمركز الثاني يوسف لمساكن اللعب العربي 7 أهداف. ويزن نعيمات المركز الثالث لاعب الاهلي ستة اهداف المركز الرابع عمر سوما لاعب العربي خمسة اهداف ياسين ابراهيم لاعب الغرافة وايمن حسين لاعب المرخية ويهان بولي لاعب الريان بالنسبة لصناع الاهداف المركز الاول يغرط حمرو لاعب المرخية صنع خمسة اهداف المركز الثاني بغداد بنجاح لاعب السد صنع اربع اهداف وعبد الرشيد عمر لاعب الاهلي وبشار رسن لاعب قطر المركز الثالث ياسين ابراهيم لاعب الغرافة صنع ثلاثة اهداف ويوسف المساكني لاعب العربي وادميلسون جونيور لاعب الدحيل اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو كان معكم محمد نور الدين نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته